السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، نلتقي في محاضرتنا الثامنة لمقرر البيئة النظامية للأعمال التجارية لطلاب وطالبات تخصص المحاسبة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. توقفنا في محاضرتنا السابقة عند موضوع المحاسب القانوني، ورأينا في آخر محاضرة حالة إذا توقف المحاسب القانوني عن العمل والجزاءات التي تتضمنها نظام المحاسبين القانونيين، ومن هي المحكمة المختصة بتوقيع تلك العقوبات الموجودة في نظام المحاسبين القانونيين، ومن يتولى مرحلة التحقيق في المخالفات، وإذا صدرت انتهت مرحلة التحقيق يتولى ديوان المظالم توقيع العقوبات. وتعرفنا على الجزاءات التي يوقعها ديوان المظالم والأفعال المعاقب عليها في النظام. تقريبا احنا عددنا إلى تقريبا 6 ممارسات إذا قام بها الشخص يتم إيقاع العقوبات عليه. بعد ذلك أخذنا مقدمة بسيطة عن العلامة التجارية، وهي موضوعنا اليوم بإذن الله تعالى، وسوف ننتهي منه إذا الله أراد في هذه المحاضرة. فرأينا أن العلامة التجارية تعرف على أنها إشارة تميز سلعة أو خدمة أو خدمات شركات عن سلع أو خدمات سائر الشركات، وتحمل العلامة التجارية عادة بقوانين الملكية الفكرية في جميع الدول، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، وهناك اتفاقيات دولية تتولى هذا الأمر. فعندما تتجول في المتاجر أو الأسواق أو تقضي ساعات أمام شاشة التلفزيون، تصادف كثير من العلامات التجارية حتى في الأسواق التجارية والشوارع. فدائما العلامة التجارية ترمز إلى منتج أو سلعة معين، وعلى قدر ما هذه السلعة تكون مشهورة علامتها التجارية تكون معها مشهورة. فالعلامات كثيرة من غير ما تذكر علامات معينة، لكن مجرد ما رؤية العلامة تعرف أنت المنتج، تعرف خصائص هذا المنتج إذا كنت من رواده أو لا، هذا يعتمد، لكنه يكون معروف حتى لو ما كنت يعني من محبي هذا المنتج أو هذه السلعة، لكنك تعرف هذه العلامة ترمز إلى ماذا. وهذا هو الهدف من العلامة التجارية، من تعريفها أنها إشارة تميز سلعة أو خدمة معينة عن باقي السلع الموجودة في السوق. ومن خصائص العلامات التجارية أنها دائما تكون بسيطة الحجم، ليست كبيرة جدا أو صغيرة جدا، بحيث أنه لو كانت صغيرة لا ترى بالعين إلا عند الاقتراب مثلا، ولا تكون كبيرة جدا مزعجة في بعض الأحيان إذا تعدت مساحة معينة. هي تكون في الوسط، بسيطة الحجم، مبتكرة خالية من المعنى اللغوي، يعني تكون فيها نوع من الابتكار، وهناك علامات كثيرة مبتكرة جميلة يعني. وكل ما كان فيها الابتكار عالي، هذا جعلها عرضة للحفظ أكثر. ثالثا، هي سهلة التذكر، كل ما كانت جميلة ومبتكرة من الطبيعي جدا أنك تذكرها دائما، فإذا رأيتها تذكرها مباشرة. رابعا، هي سهلة النطق في حالة إذا كانت عبارة عن كلمة أو عدد من الكلمات. طبعا عند اختيار كلمة أو كلمات لا تكون جملة، لأنه لابد أنها تكون سهلة النطق. من خصائص العلامة التجارية أنها سهلة النطق، إذا كانت كلمة قصيرة أو كلمة طويلة لكن تتميز بسهولة النطق، لكن لا تكون جملة. وتكون إضافة إلى ذلك خامساً، بسيطة في التصميم، غير متكلفة في التصميم. فهذه جميعها يطلق عليها خصائص العلامة التجارية، ولا بد أن تتوفر فيها العلامة هذه الخصائص. ننظر الآن أو نتطرق إلى أحكام عامة في نظام العلامات التجارية السعودي. تعد العلامات التجارية في تحقيق أحكام نظام العلامات التجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا، أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقود البارزة، هي جميعا تعد من علامات التجارية. حتى الأرقام، الرقم
قد يرمز إلى علامة تجارية أو يستخدم لعلامة تجارية. هناك علامات تجارية كثيرة مستخدمة الأرقام وليس الكلمات أو الأشكال أو النقوش، وقد يكون أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال الغابات أو الثروة الطبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقاؤه أو اختراعه أو جرمه، أو للدلالة على تأييد خدمة من الخدمات. في جميع الأحوال قد تكون هذه العلامة ترمز إلى المنتج، إلى طبيعة المنتج. يعني قد يكون رسم مثلا شكل شجرة للتعبير عن أن المنتجات التابعة هذه الشركة أو المؤسسة هي عبارة عن أشياء طبيعية مثلا. فقد يكون يستخدم صور معينة للترميز إلى المنتجات يعني. فهذه جميعها تكون تخضع لنظام العلامات التجارية. طيب هذا كان بشكل عام، هل جميع الشعارات والتعابير والكلمات والصور يجوز استخدامها كعلامة تجارية؟ هذا السؤال يتم عليه الإجابة البسيطة له لا. الإجابة البسيطة عليه لا، ليس جميع العلامات التجارية مسموح باستخدامها. هناك محظورات لا يتم بناء على هذه المحظورات لا يتم تسجيل العلامة كعلامة تجارية في السعودية، ولا تسجل كذلك علامة تجارية في المملكة. ما هي تلك العلامات؟ هي على النحو التالي: أولاً، الشارات الخالية من أي صفة مميزة والتي تعد وصفاً لخصائص المنتجات أو الخدمات، أو تكون مجرد أسماء عادية تطلق على العرف على المنتجات أو الخدمات. يعني إذا اخترت علامة ليس لا تعبر عن أي شيء، ليست مميزة، ليس فيها خصائص اللي شفناها أو الخمسة للعلامات التجارية، أو اسم يطلق على هذا النوع من المنتجات بشكل عام، ففي هذه الحالة العلامة تفقد واحدة من خصائصها وهو التميز. يعني ما تكون مبتكرة، فما تميز عن غيرها. العلامة التجارية شرط فيها أنها تميز السلعة أو الخدمة عن باقي السلع والخدمات. فهذه أحد المحظورات. ففي هذه الحالة لا تعد ولا تسجل هذا النوع من العلامات في المملكة على أنها علامة تجارية. هذا المحظور الأول. المحظور الثاني هو كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقاً أو ممثل لرمز ذي دي صبغة دينية. هذا شيء منطقي، أي شيء يعبر عن قيمة دينية أو شيء من هذا القبيل، أو إشارة تعبر عن أو تخالف أحكام الشريعة، ففي هذه الحالة يرفض تسجيل هذه العلامة ولا تعتبر علامة تجارية وفقاً لأحكام النظام. المنضمين معنا مؤخرا، هل الصوت واضح؟ اوكي، انقطع الاتصال. لعلكم تعودون الاتصال مرة أخرى إن شاء الله يكون الوضع أفضل. ثالثا، من محظورات تسجيل العلامات التجارية في المملكة أن الشارات والدمغات الرسمية للمملكة والدول والمنظمات، إذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ما لم يكن هناك في تصريح من الجهة المالكة عليها، وهذا شيء منطقي. الجهات الحكومية لها دمغاتها، لها شاراتها الخاصة بها، هذه لا تستخدم كعلامات تجارية. لكن لا يثري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها أو الخدمات، أو على المنتجات أو خدمات مشابهة. يعني لابد أن نفرق بين العلامة التجارية للمنتج وبين علامات الجهات الحكومية التي تشرف على رقابة هذا المنتج. يعني مثل بعض الجهات مثل الجمرك أو شيء من هذا القبيل، إذا وضع ختم مثلا أو علامته على منتج معين وتم الرقابة عليه أو تم الكشف عليه، هذا لا يعني أنه هذه علامة تجارية، هذا يعني أنه تم إخضاع هذا المنتج لإجراءات معينة، لكن لا تعتبر علامة تجارية. رابعاً، لا يعد ولا يسجل من العلامات التجارية الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها،
او بمنظمه دوليه او حكوميه، وكذلك اي تقليد لهذه الشعارات او الاعلام او الرموز او الاسماء او التسميات ما لم يكن مصرح بذلك من الجهه المالكه لها. اعلام الدول بشكل عام لا تستخدم كعلامات تجاريه. خامسا، صور الاخرين او اسمائهم الشخصيه والتجاريه ما لم يوافقهم او ورثتهم على استعمالها. في بعض الاحيان تكون علامه تجاريه صوره، وهذا رايناه يعني في اكثر من منتج، يعني قد تكون صوره شخص، صوره كائن حي ايا كان، قد تستخدم، لكن بشرط لابد من موافقه صاحب هذه الصوره، واذا كان متوفي لابد ان يوافقوا ورثته يعني في هذه الحاله، غير ذلك لا يجوز استعمال حتى وان كان هذا الشخص مشهور او غير مشهور، كذلك لا تفرق الامر سيان يعني. سادسا، يحظر تسجيل الاسماء الجغرافيه اذا كان استعمالها من شان ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر او منتج او خدمات او اصلها، او اذا كان من شان ابتكار بيان للمصدر او تسميه المنشأ دون وجه حق. يعني الاسماء الجغرافيه قد في بعض الاحيان تحدث لبس، يعني مثلا منتج مثلا يقول لك هذا منتج ويطلق عليه اسم مدينه معينه، قد يعتقد انه هذا المنتج فعلا من هذه المدينه وهو في الحقيقه لا، قد يكون مالك المنتج نعم او صاحب الشركه التي يعود لها هذا المنتج من هذه المنطقه او من هذه المدينه، لكن لا يعني بالضروره انه ينتج في تلك المدينه، فهذا يخلق لبس. في بعض المناطق مشهوره فاذا جاء منها اي منتج قد يخلق لها قاعده من العملاء ليست بالسهله. ففي هذه الحاله لا تسجل علامات المدن او الاماكن الجغرافيه كعلامات تجاريه نظرا لما تتركه من لبس لدى المستعملين او المتلقين. اخيرا، لا يسجل ولا تعد كعلامه تجاريه كل تعبير او اشاره او رسم مخالف للنظام العام او الاداب العامه، هذه قاعده عامه متفق عليها. هذا كان بالنسبة كل حديثنا لو نلاحظ عن محتوى العلامة التجارية. طيب، من له الحق في تسجيل علامة تجارية؟ السؤال، من له الحق في تسجيل علامة تجارية؟ احنا شفنا أن العلامة التجارية لها خصائص، لها ميزات، ما هي المحظورات التي لا تقيد كعلامة تجارية؟ الآن نبغى نشوف الأشخاص الذين يحق لهم تسجيل العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية. أولاً، الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية، يعني الشخص الطبيعي السعودي أو المعنوي. طبعاً المعنوي هنا يقصد به الشركات والأشخاص التي يعترف النظام لها بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية مثل الشركات. لكن السؤال هنا، متى تكتسب؟ هل الشركات هذه تكتسب الجنسية السعودية؟ نقول نعم، تكتسب الجنسية السعودية. طيب، السؤال متى تكتسب؟ إذا تم تأسيس هذه الشركات وفقا لنظام الشركات السعودي وكان مركزها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية. فبالتالي في هذه الحالة تسجل كعلامة، يحق لصاحب لهذه الشركة تسجيل علامة تجارية، أو هذه الشركة يحق لها التقدم بتسجيل علامة تجارية. طيب، من الأشخاص أو الفئات التي يحق لها تسجيل علامة تجارية في المملكة، الأشخاص المقيمين في المملكة بشكل نظامي ومصرح لهم بمباشرة الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية. طبعا يشترط في هذه الفئة أن تكون مقيمة بشكل نظامي في المملكة وتمارس الأعمال التجارية أو الحرف التجارية بشكل أو الأعمال الحرفية بشكل عام وفقا للأنظمة المعمول والمطبقة في المملكة. ثالثا، الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بمثل، وهذا وفق قواعد القانون الدولي، معروف في القانون الدولي أن المعاملة بمثل تعتبر أحد القواعد والركائز الأساسية على المسرح الدولي في المجتمع الدولي، فالدول تعامل بعضها بالمثل، فإذا كانت دولة تعامل السعودية
فيما يخص العلامة التجارية بالسماح للسعوديين مثلا أو مواطنين المملكة بتسجيل علامات تجارية لدى الدولة، فيحق المملكة أن تعاملها بالمثل. رابعا، أشخاص ينتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعدد الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو يقيمون في تلك الدول، وهذا كذلك جاي من قواعد القانون الدولي أنه إذا صادقت حكومة المملكة عندنا وفق الأنظمة والإجراءات على معاهدة دولية وأصبحت المملكة طرفا فيها، فيحق للأشخاص المنتمون للدول الأعضاء في تلك الاتفاقية أن يطلبوا تسجيل علامات تجارية في المملكة، والعكس صحيح، بمعنى إذا كان هناك مواطنين سعوديون أو شركات سعودية تريد أن تسجل علامات تجارية في إحدى الدول التي تكون طرفا في هذه الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، ففي هذه الحالة يجوز تسجيل علامة تجارية. أخيرا، يحق للمصلحة العامة أو المصالح العامة تسجيل علامات تجارية. هذا كان فيما يخص موضوع العلامات التجارية، وانتهينا منه الآن، وننتظر فقط ثواني لننتقل ثواني حتى يتم تحميل ملف عرض الموضوع التالي اللي هو خاص بنظام البنوك والرقابة على البنوك، ففضل ثواني فقط حتى يتم تحميل الملف. نعود مرة أخرى لمواضيعنا ونستكمل مع موضوع نظام البنوك والرقابة على البنوك. طبعا البنوك تؤدي وظيفة مهمة، هي وسيط بين مالك المال أو رأس المال وبين المستفيد من هذا المال أو الطالب له أو ما يسمى المقترض. فالبنوك لها دور جدا مهم تقوم في المجتمع بشكل عام، وعلى المستوى الاقتصادي طبعا تشكل أهمية جدا كبيرة. وظيفتها الرئيسية المتاجرة بالنقود، وكما قلت هي تعتبر كوسيط بين مالك رأس المال وبين الباحث عن هذا المال للاستثمار. فنبغى نشوف الآن تعريف البنوك، أنواعها، نظام مراقبة البنوك، لأن النظام البنوك يعني لابد أن نعرف شيء مهم جدا قبل التطرق والدخول في التفاصيل. البنوك تعد شركات، البنوك السعودية لكي تؤسس بنك في المملكة لابد أن تؤسسه وفق نظام الشركات السعودي، ويأخذ البنك شكل شركة مساهمة مثل ما راح نشوف. يعني إذا أردت أن تحصل على ترخيص لممارسة الأعمال المصرفية في المملكة لابد أن تكون لديك شركة مساهمة لتقوم بهذا العمل. وجميع البنوك اللي عندنا مسجلة في المملكة هي يعني مؤسسة وفق نظام الشركات السعودية، جميع شركات مساهمة يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم. أنا لا أذكر يعني عددها، تقريبا 11 بنك أو أكثر يعني على حسب، أو قلت بعد الاندماجات الأخيرة، لكن جميعا بشكل عام هي شركات مساهمة. فهي شركات مساهمة نعم صحيح، لكنها تخضع لنظام خاص بالرقابة. أوكي، فالجهة المنظمة لها أو التي تنظم العمل البنوك هي البنك
المركزي او ما كان يسمى بمؤسسه النفط. طبعا احنا راح نشوف في المنهج نستخدم كلمه مؤسسه النفط، المنهج طبعا لم يتم تحديثه على النظام السابق، لكن الان اصبح اسمها البنك المركزي السعودي. طيب خلونا نشوف الان ماهيه هذه المنشآت اللي هي البنوك. البنوك هي منشأة مالية تتاجر بالنقود، أساس عملها هو المتاجرة بالنقود، ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رأس المال أو مالك رأس المال إذا أردنا يعني الدقة أكثر، و هي وسيط بين رؤوس الأموال. هذا رأس المال يبحث عن أو يسعى للبحث عن مجالات الاستثمار، وبين مجالات الاستثمار التي تسعى للبحث عن رؤوس الأموال. يعني البنك بمعنى آخر هو نقطة التقاء بين رأس المال وبين الباحث عن رأس المال. رأس المال يبحث عن استثمار، و الشخص الذي يريد أن يشغل هذا المال كذلك هو مستثمر فيبحث عن هذا التمويل. هذا بالنسبة لتعريف البنك بشكل مختصر. أنواع البنوك، طبعا عندنا البنوك تنقسم إلى ثلاثة أنواع، ليست نوع واحد، البنوك لها ثلاثة أنواع. النوع الأول يطلق عليه البنوك العامة، وهذا النوع هي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وانشطتها. أوكي، يعني الملكية بالكامل هنا مع الدولة. مثل ماذا؟ مثل البنوك المركزية عندنا في المملكة اللي هو البنك السعودي المركزي، لكن وفق المنهج احنا نسميه مؤسسة النفط العربي السعودي وفقا للنظام أو وفقا للمسمى السابق. عندنا كذلك البنوك الوطنية التجارية، عندنا كذلك البنوك المتخصصة، متخصصة في مجال معين مثل إيه؟ البنك العقاري، البنك الزراعي، البنك الصناعي، بنك التسليم. هذه كل بنك من هذه البنوك يعتبر متخصص في مجاله، يخدم فئة معينة في المجتمع ويقدم خدمات لها لهذه الفئات، فهو متخصص بخدمة هذه الفئات ولا يخرج عن هذا التخصص. ودائما هذه البنوك المتخصصة في غالب الأحيان لها أنظمة خاصة بها، لها أنظمة خاصة بها تنظم عملها بشكل عام، تنظم عملها بشكل عام، فهي لها أنظمة متخصصة تنظم نشاطها وتعاملاتها مع الآخرين. هذا بالنسبة للنوع الأول من البنوك أو ما يطلق عليه ويعرف في البنوك العامة أو بنوك العامة. النوع الثاني من البنوك يسمى في البنوك ويطلق عليها البنوك الخاصة، البنوك الخاصة. هذا طبعا يختلف عن السابق في المسمى والمعنى كذلك. هذا النوع من البنوك أو هذه البنوك هي بنوك يمتلكها أو يملكها أشخاص، والشخص هنا يقصد به الشخص الطبيعي اللي هو الإنسان أو الشخص المعنوي، وهنا يقصد به الشركات والمؤسسات التي يعترف لها النظام بالشخصية المعنوية. فهذه البنوك مملوكة إما من أشخاص أو طبيعيين أو أشخاص معنويين يتولون إدارة شؤون هذا البنك أو هذه البنوك، يتحملوا كافة مسؤوليات القانونية والمالية إزاء الدولة اللي يمثل في البنك المركزي. يعني هي تعتبر هذه البنوك شركات مثل ما تفضلت قبل قليل، مثل ما قلت أنا قبل قليل، اللي هو إيش؟ إنه هذه البنوك تدار بأشخاص سواء كانوا شركات أو أشخاص طبيعيين، تدار بعقلية طبعا القطاع الخاص بشكل كامل، لكن نقطة مهمة جدا تخضع للأنظمة المطبقة عليهم وهي في الغالب تخضع لرقابة البنك المركزي. البنك المركزي. فهذه الوظيفة الرئيسية للبنك اللي هي الرقابة على البنوك. حتى احنا النظام ندرسه اسمه نظام مراقبة البنوك. طيب السؤال، من هو الذي يراقب ومن هو المراقب؟ في هذا السياق نقول الذي يراقب هو البنك المركزي في الدولة او مؤسسة النقد عندنا في المملكة سابقا، والمراقب هو البنوك هذه الخاصة او البنوك بشكل عام.
فهذه نقطة كان يعني متطلب توضيحها. النوع الثالث والأخير من أنواع البنوك يطلق عليها البنوك المختلطة. البنوك المختلطة سميت مختلطة ليس لأنه يعني تعمل في أعمال تجارية ومدنية مثلا على غرار الأعمال التجارية المختلطة، لا، هي بنوك يشترك في ملكيتها وإدارتها كل من الدولة والأفراد أو الهيئات، ولكي تحافظ الدولة على سيطرتها على البنوك فإنها تقوم تعمد إلى امتلاك رأس المال بما يسمح لها بالإشراف عليه وتوجيهه بما ينسجم والسياسة المالية والاقتصادية للدولة بشكل عام. فهذا النوع من البنوك سمي مختلطا نظرا لملكية أو رأس المال، ملكية رأس المال أو هيكل الملكية مثل ما يسمى في بعض الأحيان. فالبنوك تقسم وفق الملكية، أنواع البنوك هذه قسمت وفق هيكل الملكية بمعنى أدق يعني. فإذا كان البنك مملوك للدولة اعتبر من البنوك العامة، أما إذا كان رأس مال البنك مملوك لأشخاص طبيعيين أو معنويين غير الجهات الحكومية فهذا يعتبر بنك خاص. أما إذا كانت الملكية مختلطة بين أو جزء منها يمتلكها جهاز حكومي والجزء الآخر يمتلكه أشخاص من قطاع خاص فهذا يسمى بالبنك المختلط. طيب، هذا كان بالنسبة لتعريف البنك وأنواعه. نرى الآن نظام مراقبة البنوك. يعني احنا قلنا هذه البنوك تعمل وفق أنظمة وأطر معينة، لكن ما هو نظام مراقبة البنوك؟ هو النظام الرئيسي طبعا لتنظيم القطاع البنكي بشكل عام. فيقصد في نظام مراقبة البنوك الإطار الرقابي الذي تعمل البنوك التجارية بموجبه في العمل المصرفي، بعكس الأعمال الأخرى التي تعتمد بنسب متفاوتة على أموال المساهمين أنفسهم ويتناول أموال الناس. ولذا فإن البنوك هي الأمين على مدخرات أو مدخرات المجتمع، وتشكل ودائع الجمهور التي يضعها أمانة لدى البنوك مصدر الأموال التي تفرضها لمن هم في حاجة لها. والهدف الأساسي لنظام مراقبة البنوك هو حماية مصالح المودعين. يعني الهدف الرئيسي لنظام مراقبة البنوك ليس لي فقط يعني الحفاظ على البنوك أو مثلا تنمية مواردها أو إيراداتها، لا، الهدف الرئيسي من هذا النظام هو حماية أموال المودعين. أوكي، لأنه يختلف المودع عن المساهم أو المالك. أنا عندما أودع أموالي لدى شخص فأنا لا يعني أني شاركته. البنك نفس الشيء، إذا كنت أنا مشارك في ملكية هذا البنك أنا أستطيع أن أطلع على السجلات، يجوز لي الاطلاع على سجلات هذا البنك. لكن نلاحظ هنا العلاقة بيني وبين البنك ماذا؟ إيداع أموال. فالبنك مؤتمن على المحافظة لهذه الأموال. هل نكتفي بهذا الالتزاع البنك؟ لا، هناك جهة تتأكد من تطبيق البنك لهذه أو هذا الالتزام بشكل عام وفق نظام مراقبة البنوك. طيب، ما هي الأعمال المصرفية التي يقوم بها البنك بشكل عام؟ أولاً يقوم بعدد من الأعمال. أولاً يقوم بأعمال تسلم النقود كوقائع ودائع جارية أو ثابتة، هو يستلم الأموال ويودعها في حسابات جارية أو ثابتة. ثانياً يقوم بفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة أو ذات القيمة المالية طبعا. ثالثا يقوم بخصم السندات والكمبيرات وغيرها من الأوراق التجارية على حسب ما يتيم الأمر. رابعا يقوم بأعمال الصرف الأجنبي، يعني تبديل العملات عملة بعملة، وكذلك يقوم بأعمال عديدة غير هذه الأعمال حسب ما يتيح له نظام مراقبة البنوك.
طيب السؤال الآن المنطقي بعد ما عرفنا أنواع البنوك والأعمال التي تقوم بها البنوك، من الشخص المرخص له بممارسة الأعمال المصرفية بشكل أساسي أو بصفة أساسية؟ بمعنى آخر، هل يجوز أن يمارس أي شخص غير مرخص من أعمال مصرفية بصفة أساسية؟ طبعا نحن نقول هنا الإجابة بشكل واضح، يحظر على أي شخص طبيعي كان أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام نظام مراقبة البنوك يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية. هذا هو الأساس، لابد أن يكون لديه ترخيص من جهة مختصة اللي هي مؤسسة النقد كانت سابقا والآن البنك المركزي السعودي. لكن يوجد استثناءات في النظام، وهذه الاستثناءات على النحو التالي، جاءت على النحو التالي: يجوز أولا للأشخاص الاعتباريين وليس الأفراد المرخص لها بموجب نظام مراقبة البنوك أو نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها، هذا طبعا استثناء. كذلك ثانيا يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل عملة نقدا أو ورقا أو أوراق نقدية دون سائر الأعمال المصرفية. يعني نلاحظ الآن إحنا شفنا تو الأعمال المصرفية وقلنا لابد الترخيص من البنك المركزي أو مؤسسة النقد. طيب في بعض الأحيان نرى في الأسواق أو المطارات اللي هي محلات تبديل عملة دائما تكون صغيرة في الغالب، ليست كبير الحجم، لا يطلب عدد وجود كبير موظفين لدى هذا النوع من الشركات. طيب السؤال كيف هذا يمارس هذه الأعمال؟ أعمال تبديل العملة هذا فقط بالترخيص. نعم هذه الشركات نقول داخل ضمن نطاق الاستثناء اللي تو ذكرناه، فيجوز لها أن تمارس أعمال تبديل العملة بشكل أساسي وهي لا تعتبر بنوك. هي لا تعتبر بنوك، لو نلاحظ ماذا؟ هي لا تفتح حسابات مثلاً المتعاملين معها، لكن تقوم بخدمات معينة هي مرخص لها بهذه الأعمال. مثل ماذا؟ تبديل العملة، لكن لا تقوم مثلا بفتح حسابات مثلا سواء كانت جارية أو ثابتة. فلذلك هذا يعتبر استثناء من الأصل لكن له أساس نظامي في نظام مراقبة البنوك. طبعا كذلك ما في أحد يستطيع ممارسة هذه الأعمال إلا بعد الحصول على الترخيص من مؤسسة النقد. طيب الآن لو جاء شخص يبقى يمارس الأعمال المصرفية هذه ويأسس بنك، فنقول هنا لابد أن يقدم هذا طلب منح ترخيص مزاولة أعمال مصرفية لمؤسسة النقد العربي السعودي وفقا للمنهج. طبعا هذا قبل التعديل، الآن مع التعديل في الواقع العملي إذا أردت أن تحصل على ترخيص مزاولة أعمال مصرفية في المملكة أن تقدم الطلب إلى البنك المركزي السعودي. طبعا مؤسسة النقد سابقا والآن البنك المركزي السعودي تقوم بعد الحصول على كافة البيانات اللازمة بدراسة طلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية. طبعا احنا ملزمين بالمذكرة او اسف اللي هو محتوى المقرر اللي موجود على موقع تدارس والذي ينص على مؤسسة النقد وليس البنك المركزي. فاحنا دائما لما نقول بنك المركزي او مؤسسة النقد هي يقصد فيها مؤسسة النقد. أنا فقط لموضوع التحديث لأنه تم تغيير مسمى المؤسسة. طيب هنا سؤال يقول إنه هل يجوز أن يستخدم أي شخص طبيعي أو معنوي كلمة بنك أو ما يمثلهم من دون ممارسة الأعمال المصرفية؟ طبعا كلمة بنك دائما يشار لها أنه مصرف يقوم بالأعمال المصرفية. فالأصل عندنا في المملكة أنه يحظر على أي شخص
غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة بنك ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة، سواء أو أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في إعلاناته أو في الدعايات التي تروج عنه. من يقوم بذلك يعرض نفسه طبعا عقوبات من مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنك المركزي حاليا. فالأصل أنه لا يجوز شخص أن يستخدم كلمة بنك إلا إذا كان له ترخيص في ذلك. طيب الآن لو قلنا نبغى نحصل على ترخيص، نريد أن نرخص لبنك سعودي جديد، ما هي الشروط؟ الشروط التي يتطلبها إصدار ترخيص بنك وطني هي على النحو التالي: أولاً أن يكون شركة مساهمة سعودية. شركة مساهمة يعني يكون لها رأس مال يتمثل في شكل أسهم يتداول في سوق المالية، السوق المالية. هذا الشرط الأول. طبعا الشركات المساهمة عندنا تؤسس وفق نظام الشركات السعودية، ويجب أن تكون هذه الشركة سعودية، والشركة تكون سعودية إذا تم تأسيسها وفقا لنظام الشركات السعودي وكان مركزها الرئيسي في المملكة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يقل رأس مالها المدفوع عن 2.5 مليون ريال سعودي، وأن تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقدا. وهذا الشرط يعتبر من الشروط الموضوعية، بحيث أنه نتطلب من الشركة التي تريد أن تحصل على ترخيص ممارسة أو ترخيص بنك وطني أن يكون لديها رأس مال محدد اليوم 2.5 مليون ريال سعودي. وهذا أنا قلت عليه معيار موضوعي لأنه يطبق على الجميع بغض النظر، فيتطلب حجم رأس مال معين لتأسيس بنك سعودي. ثالثا أن يكون مؤسسه أعضاء مجلس إدارته حسني السمعة، هذا شيء منطقي، لابد أن يكون نظرا لأهمية البنوك الاقتصادية وتأثيرها على النظام المالي في المملكة، لابد أن يكون من يدير هذا الصرح التجاري، والمهم كذلك أشخاص مشهود لهم بحسن السيرة. رابعا يتطلب النظام أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني. الآن يسمى فقط وزير المالية، لكن احنا مطالبون بأن نستخدم العبارات الموجودة في المنهج. فيوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسه ونظامه، ويشترط لترخيص بنك أجنبي بتأسيس فرع له أو فروع داخل المملكة أن يستوفي الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ويصدر الترخيص لجميع أحوال وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء. طبعا يجوز فتح بنوك أجنبية في المملكة لكنها لا تعتبر بنوك سعودية، وهذه لها إجراءات أخرى تختلف عن البنوك الوطنية. طيب الآن البنوك نظرا لأهمية الاقتصادية تطلب النظام أن يكون لها احتياطيات معينة أو حد معين للاحتياطيات. عندنا في النظام السعودي يتطلب على كل بنك أن يحتفظ لدى مؤسسة النقد في جميع الأوقات وديعة نظامية واحتياطي سيولة. الوديعة النظامية يجب أن لا تقل عن 15% من التزامات وودائع البنك، من التزامات ودائع البنك، ويجوز مؤسسة النقد تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيات الصالح العام بشرط أن لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 17.5%. فالأصل أنه يكون هناك احتياطيات لدى أو وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد باسم البنك لا تقل عن 15%، لكن يجوز لمؤسسة النقد وفقا لمقتضيات الصالح العام أن تخفض هذه النسبة إلى من 10 ولا تزيد إلا على 17%. ومع ذلك المؤسسة أن تتجاوز هذه الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. النوع الثاني من الاحتياطيات يسمى احتياطي السيولة، وهذا كذلك لا يقل عن 15% من التزامات البنك وودائعه.
نفس السابق، يعني هم الاثنين يشكلوا 30%، ويكون هذا احتياطي من نفط أو الذهب أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد عن 30 يوم. يعني بمعنى آخر يمكن تسييل هذه الأصول، يمكن تسييل هذه الأصول. ويجوز المؤسسة، يعني مؤسسة النفط، متى رأت ضرورية أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد عن 20%. ففي كلتا الحالتين، سواء كان وديعة نظامية أو احتياطي سيولة، يجوز لمؤسسة النقد أن تتجاوز الحد الأعلى أو التخفيض في حالة أرادت أن تخفض، لكن وفق المصالح العامة. وهناك قيود على البنوك في إعطاء قروض أو منح تسهيلات وضمانات، يعني البنك وظيفته الرئيسية هو منح القروض مثلا، لكن هناك قيود على ممارسة هذا النوع من الصفقات. فيحظر عليه بنك أن يعطي قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانة أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعة 25% من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. يعني هناك حد أعلى لعملية إتاحة رأس المال للمقترضين. فإحنا لابد أن نتذكر أن البنك في الأول والأخير هو وسيط بين الرأس المال الباحث عن الاستثمار والمستثمر الباحث عن رأس المال. فلا يجوز للبنك أن يتجاوز مجموع ما يعطيه لشخص واحد أو يقرضه لشخص واحد أو يعطيه تسهيلات ائتمانية عن 25% من مجموع احتياطيات ورأس مال المدفوع. ويجوز المؤسسة، يعني مؤسسة النقد، لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها أن تزيد عن هذه النسبة ب 50%، ولا يسري ذلك على التعاملات التي تتم بين البنوك أو المراكز الرئيسية البنوك أو فروعها أو بين هذه الفروع. بمعنى آخر، إذا كانت الكيانات هذه أو الفروع تنتمي لبنك واحد فلا تسري هذه النسب عليها، اللي نسبة أو قيود الإقراض بشكل عام، قيود الإقراض لا تسري على فروع البنك أو على العمليات التي تتم بين البنوك بشكل عام. طيب، نتوقف هنا نظرا لمتبقي من الوقت دقيقة واحدة متبقية، فنتوقف عند هذا الحد ونستكمل غدا بإذن الله تعالى في نفس التوقيت يوم الأحد في تمام الساعة 5:45 بإذن الله تعالى، نستكمل مع المحاضرة 9 بإذن الله تعالى في موضوع نظام مراقبة البنوك. طبعا هذه المحاضرة، أذكر مرة أخرى، هي تعتبر مسجلة مثل باقي المحاضرات، فيمكن الرجوع لها في أي وقت تشاؤون سواء الطلاب أو الطالبات. وفي حال وجود سؤال أو استفسار يمكن التواصل معي عن طريق أولا المنتدى المخصص لهذا المقرر على موقع تدارس التابع لعمال التعلم الإلكتروني، أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بهذا المقرر كذلك والتابع لتدارس التابع لي عمال التعلم الإلكتروني، وإن شاء الله سوف يتم الرد على أي سؤال أو استفسار. طيب، إلى هنا استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.